مرحبا أعزائي، كيفكم؟ تحياتي. أجينا هلا على اليوم على درس جديد، حنتعلم عن حروف الجر. كيفكم؟ إن شاء الله بخير. طبعا اليوم حنتعرف على 3 حروف، حروف الجر، شلون يركبوا مع اللغات، عفوا مع الكلمات التركية، شلون نركبهم مع الكلمات. بدنا نتعلم شوي شوي. 3 حروف، 3 حروف هني ضاء ودي أو دي، اللي يعني في أو على أو عند، والحرف الثاني ضن دن يعني من، والحرف الثالث آ أو إيه إلى. مرة ثانية حنتعلم عن 3 حروف. الحرف الأول ضاء ودي، يعني إمتى ضاء وإمتى دي، والاثنين يعني هن في حسب سياق الكلمة، الجملة، في أو على أو عند، ضاء أو دي. والحرف الثاني هو دن أو دن، واللي يعني من، والحرف الثالث كمان آ أو إيه، إذا كان ببداية الكلمة حرف كبير، إذا كان بنص الكلمة أو بنهاية الكلمة بنحط آ صغيرة أو إيه صغيرة، اللي يعني إلى الشيء أو إلى مكان أو إلى إشارة أي شيء تاني. فهاي كبداية للفيديو للدرس اليوم. خلونا نحفظ ونركز. طبعا في أمثلة. هلا نبلش الحرف الجر الأول. شو هو الحرف الجر الأول اللي نحن نتعلمه؟ دا دي دا أو دي، اللي يعني في أو على أو عند، إذا كانت موجودة بآخر كلمة. طبعا كالعادة في قواعد، هن قاعدتين أو 3، دايما لازم نكون حافظينها بمخيلتنا لما نحن نربط الكلمات. طبعا نكون عندنا يعني مخزون معرفي من الكلمات، ونكون حافظين كلمات وحتى الحروف بالكلمة حتى نعرف نلفظ الكلمات. فعندنا من قاعدة الحروف الصوتية. الحروف الصوتية فيها في صوتية باللغة التركية، هذا كثير مهم. هلا حتيجي الصورة تكون واضحة أكثر. هني قاعدتين، هي قاعدة الفستكتشي شاب، هون الموجودة اللي هن 8 حروف، وقبل هالقاعدة في قاعدة التوافق الصوتي مثل ما قلت. هلا حطيت على الصورة أن هالقاعدتين كثير مهمين لما نحن على أساس أن نحن حنعرف أي حرف نركب مع الكلمات، نركبهم مع الكلمات. فهمتوا الحكي اللي انا قلته؟ هلا بس استنوا شو، هلا حتيجي الصوره. قاعدتين كثير مهمين نستخدمهم كيف نربط الحروف الجر. ونحن هلا عم نحكي حرف الجر الاول هو دا ودي. ها هي، شوف هن هذول القاعدتين. قاعدتين هن 8 حروف صوتيه في باللغه التركيه، في 8 حروف مسمينا فستكتشهاب، يعني F S T C S H P. امتى نستخدم دا وامتى نستخدم دي؟ اذا كان بنهاية، انتبهوا للحكي اللي بحكيه، نهاية الجزء من الكلمة، نهاية الجزء من الكلمة، مش نهاية حرف الكلمة، نهاية الجزء بالكلمة. حرف ثقيل من حروف الأربعة A A O U بنحط دا. إذا كان آخر جزء بالكلمة حرف خفيف من حروف الأربعة إي 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 أو أو بنحط دي. كمان دا ودي بتغيروا إذا كان، هلا انتبهوا، آخر حرف بالكلمة، مش آخر جزء، آخر حرف بالكلمة، حرف من حروف الـ8 اللي هن إف إس تي ش ها بي، دا بتصير تا ودي بتصير تي. فهمتوا؟ يعني هن قاعدتين، ونحن عم نحكي لا الحرف في او على عند اللي هن دا ودي. امتى بنستخدم دا وامتى بنستخدم دي، وامتى بنستخدم تا وامتى بنستخدم تي. قاعدتين مرة تانية. اذا كان حرف ثقيل باخر جزء، واذا كان اخر كلمة من حروف في استكتشاب بالكلمة. خلونا نشوف مثال. عندنا هون مثال اودا ايف جوك سهيل. اودا يعني
غرفة إيف يعني بيت جوك سماء سهيل. إذا بدنا نقول في الغرفة أو بدنا نقول في البيت أو في السماء أوضة، شوفي بالكلمة أوضة شو ملاحظين فيه؟ آه حرف ثقيل مش هيك؟ وفي حرف من حروف في استكشاف آخر الكلمة ما فيها، فبتصير أوضة دا أوضة دا أوضة دا. إيف شو فيها؟ فيها إيه حرف صوتي خفيف وما فيها بالكلمة آخر حرف من حروف، فبتصير إيف دي. جوك شو في جوك؟ فيها جوك في حرف كا، كا هو حرف من فستكي شاب العزيز، وفيها أ يعني حرف خفيف صوتي، فبتصير كوك تي جوك تي في السماء. سهيل فيها إي حرف صوتي خفيف، فبتصير سهيل سهيل دي. أوضدا إف دي جوك تي سهيل دي. عندنا هون مثال آخر، شركة طاولة دانيال المكتب، شركة ماسا دانيال أوفيس. إذا بدنا نقول في الشركة أو إذا بدنا نقول على الطاولة، إذا بدنا نقول عند دانيال أو إذا بدنا نقول أوفيس، بنحط شو بنحط؟ بنحط دا ولا دي؟ بنحط تا ولا بنحط تي؟ شركة فيها تي آخر مثلا حرف من حروف استكشاف 8، وفيها اي حرف صوتي خفيف، دي بتصير تي شركة تي. ماسا ماسا يعني طاولة، آخر حرف هو آ حرف صوتي ثقيل آ، بس بآخر كلمة ما في حرف من حروف استكشاف، هي اس بس هي إيه مش آخر حرف، فبتصير ماسادا. تمام حلو. هلا لو كان اس باخر حرف كان اختلف الموضوع. هلا نجي عند دانيال، دانيال شو فيها؟ فيها حرف من حروف استكشاف اخر شيء؟ ما في، بس فيها اخر جزء بالكلمه مو هيك؟ دانيال، ف هو حرف ثقيل، حرف ثقيل بتصير دانيال دا دانيال دا. اوفيس شو فيها؟ اوفيس فيها حرف من حروف استكشاف وفيها كمان اي حرف خفيف، فبتصير اوفيس تي في المكتب اوفيس تي. تمام حلو. هلا نروح لحرف الجر الثاني اللي هو دان ودين. امتى شو يعني دان ودين؟ اذا كان بالكلمة اخر الكلمة يعني من من الشيء. طيب كمان نفس الشيء، نفس القواعد بينطبقوا على الكلمات، امتى بنقول دان وامتى بنقول دين وامتى بنقول طن وامتى بنقول تن. هون واضح كمان نفس القاعدتين، من حروف صوتيه حروف ثقيله وحروف خفيفه. اذا كان حرف ثقيل باخر جزء بالكلمه بصير دن، اذا كان حرف خفيف باخر جزء بالكلمه بصير دن. وامتى بصير دن وطن؟ وامتى بصير دن تن؟ اذا كان اخر الكلمه، لاحظوا مش اخر جزء بالكلمه، اخر حرف بالكلمة حرف من الحروف الثمانية الفستكتي شهاب هي، بتصير دان بتصير طن ودين بتصير تن. يعني هيك الصورة إن شاء الله تكون واضحة، يعني هاي قواعد كتير مهمة، يعني هاي لازم تكون حافظينها هيك على السريع. طبعا احنا من قبل أن نكون عندنا مخزون معرفي من الكلمات التركية، مش مخزون يعني حفظ هيك كلمات، كمان حفظ الحروف بالكلمات حتى نعرف شلون نركب الكلمات بسرعة. إذا الحرف دن دن منا، حنشوف هلا أمثلة وشلون حنطبق هذا الشيء في الأمثلة الجاي. الحرف جر هذا عندنا كمان هو نفس المثال إيف سنوف
جان سوت، البيت الصف اسم جان وعندنا الحليب سوت. إذا بدنا نقول من البيت، إذا بدنا نقول من الصف، إذا بدنا نقول من جان، إذا بدنا نقول كمان من سوت، من حليب عفوا، شو بنحط؟ بنحط مثلا أول شيء إيف من البيت إيف دا، ولا بنحط إيف دي؟ حتى يعني لفظيا لازم تكون هيك شيء منطقية مناسبة، يعني مخارج الكلمات إيف دا ولا إيف دي؟ إيف دا مش منطقي، مو هيك؟ فبتصير إيف دي. ليش؟ لأنه فيها إي حرف آخر جزء اللي هو عبارة عن حرفين يعني، فنحط إي إيف دي أو إيف دا، فإي هي حرف خفيف بتصير إيف دان، عفوا إيف دان يعني من البيت. والصنف فيها إي حرف خفيف وفيها إف من حروف استكشاف بتصير صنف طن. وجان كمان فيها آ يعني حرف ثقيل جان دان. والسود فيها أو حرف صوتي خفيف وفيها تي بآخر الكلمة حرف من حروف استكشاف بتصير سوتان. إف دان صنف طن، جان دان سوتان، من البيت من الصف من جان من الحليب. إف دان صنف طن، جان دان سوتان. شو رأيكم؟ مفهومة؟ إن شاء الله. طيب عندنا مثال آخر من دان ودين. وعندنا هون مثال الرجل النازل من الباص أو من الحافلة هو صديقي. أوتوبوس إنن يعني النازل. إن إذا الحرفين إن يعني ينزل، أو إن هيك ما هنتعلم منها ال يعني تجي بمعنى النازل إنن. طيب إذا بدنا نقول أوتوبوس إنن آدم بنم أرقاداشم، شو بنحط؟ بنحط دان ولا دين ولا تان ولا تين؟ بنحط تين. ليش؟ آخر جزء بالكلمة فيها أو حرف صوتي خفيف، وبآخر الكلمة فيها إس حرف من حروف استكشاف الثمانية، فبتصير دين، بتصير تين. أوتوبوس تين إنن آدم بنيم أرقادشم. أوتوبوس تين عفوا، أوتوبوس تين إنن آدم بنيم أرقادشم. إنن النازل هو صديقي. تمام، إن شاء الله الفكرة واضحة. هالدرس هاد يعني دايما هالقواعد لازم تكون حافظينها، يعني هاي تنطبق على كل الحروف الجر، وكل حتى على كل القواعد اللغة التركية الحروف. تمام. طيب هلا في عنا الحرف الجر الآخر الأخير اللي هو إلى. شلون نربطها؟ نركب الكلمات. إذا قلنا إلى الشيء أو إلى، عندنا هون أربع أمثلة: أكل، إف، صنف، هوتيل. إذا بنقول إلى المدرسة، إلى البيت، أكل، شو بتصير؟ بنحط أكولا ولا بنحط أكولي؟ شو حتى لفظيا ما بتزبط. فهذا كتير مهم، هذا هو يعني معنى أو يعني شيء توافق الصوت. هذا هو أكولا حتى هي أحلى. ليش؟ كمان فيها أو، أو شوف أو حرف ثقيل أو، فبنحط أكولا. إلى المدرسة إف إي بالبداية، يعني هو عبارة عن حرفين، هو الجزء الأول إي قبل الأخير إي، هو حرف صوتي خفيف، فبنحط إف إي إف إي إلى البيت إف إي أكولا إف إي صنف، صنف يعني الصف، بنحط صنفة ولا بنحط صنفة؟ شوفي بآخر الجزء بالكلمة فيها إي عفوا إيه، فيها إي إي أو عفوا فيها إي صوت خفيف. صنفة 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 إلى الصف. هوتيل فيها إي حرف صوتي خفيف. هوتيلي أكولا إيفي صنفة هوتيلي. هلا هون أنا عم ضيف بالآخر
القاعدة قاعدة 4 حروف من حروف فستك تشي تشاب، 4 حروف اللي هي كا تي تشي بي. لما تيجي بالكلمة هالحروف هاي لازم نغيرها، يعني الكا بتصير أمو شاقي، والتي بتصير دي، والتشي بتصير جي، وبي بتصير بي. هون عندنا أمثلة، دورت إلى 4 بتصير دور دي، آتش بتصير آتشا، دولاب اللي هو خزاني إلى الخزانة بتصير دولا با، تجوك بتصير تجوا. تمام، هاي كتير مهمة كمان، يعني لفظ الكلمات إلى 4 حروف بتتغير دائما، يعني هاي كاي معلومة إضافية. تمام، إذا حروف فستكتشي شاب اللي عم نحكي حكينا عليها 8 حروف، إذا مرت بالكلمة هلا 4 حروف لازم تتغير. تمام، هاي يعني معلومة إضافية. هذا كان كل شيء اللي درسنا اليوم، إن شاء الله نال إعجابكم هذا الفيديو، وإذا عجبكم ما تنسوا الاشتراك، ونشوفكم في فيديو تاني. إلى اللقاء، باي باي.